بالبداية الحرية لمصطفى الحامدي، حقيقة هذا شرف ووسام شرف لكل الصحفيين والإعلاميين. اليوم هذا دليل على القوة، دليل على الشجاعة، دليل على حرية الصحفي يعني. بالتالي أيضا دليل آخر على الحكوميين وعلى السياسيين أنه هناك فساد، وإلا لماذا يستهدف هذا الصحفي أو هذا الإعلامي؟ هذا دليل واضح يعني. بعدين يتحدثون عن الحرية ويتحدثون عن الديمقراطية وهي مجرد شعارات حقيقة. للأسف الشديد لا توجد حرية في العراق ولا توجد ديمقراطية، وهذا دليل واضح وقاطع على أنه لا توجد باستهداف الصحفيين والإعلاميين. نناشد الحكومة المركزية بإطلاق سراح هذا الشاب العراقي الأصيل صاحب المهنية، وبالتالي ألف سلام وتحية، ونرفع القبعة على الشرقية. اليوم حقيقة استهداف الصحفيين بات متكررا في عموم المحافظات العراقية. الكثير من الصحفيين تعرضوا إلى الاستهداف خلال الفترة القليلة الماضية، وآخرها يوم أمس أو بعد أو أول أمس هو اعتقال الزميل مصطفى الحامد مراسل قناة الشرقية في الأنبار. وبالتالي هذه الاستهدافات تتكرر على الأسرة الصحفية في عموم المحافظات العراقية. اليوم نطالب الجهات التشريعية والجهات التنفيذية مع نهاية عمر مجلس النواب، بالتالي نشدد على مجلس النواب القادم على ضرورة إقرار قانون حماية الصحفيين، لأنه التعرضات إلى الصحفيين مستمرة، المضايقات مستمرة، حتى برقيات الاستهداف من التنظيمات الإرهابية مستمرة وموجودة على كل الصحفيين باعتبارهم مشاركين في العمليات العسكرية وتغطيتها. وبالتالي هذا الاستهداف الممنهج والمبرمج باتجاه الصحفيين يعني يشكل أمر مرفوض محليا على مستوانا كإعلاميين محليين، وحتى باتصالاتنا مع المؤسسات العالمية هذا الأمر مرفوض. وبالتالي نطالب بقرارات حازمة تحمي الصحفيين خلال الفترة القادمة، وأيضا مطلبنا الرئيسي هو إطلاق سراح الزميل مصطفى الحامد.